الكمبيوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا إحنا هلا شابتر 16 وصلنا ل 16 6 فايبرو فلوتيشن، فايبرو فلوتيشن ماشي. إذا إحنا بنقدر نقرأ من الكتاب، وأنا عامل ملخص بشرح عنه. إذا إحنا الملخص هذا طلبوا إسلام المرة الماضية، وبحاول إن شاء الله بس أخلص إذا أنزلكم إياه كله دفعة واحدة شابتر 16. هذا يعني ترخيصي وليس بطبع. إحنا المرة الماضية خلصنا الهيدروليك باريرز وعرفنا شو معنى كلمة هيدروليك باريرز. بارير زي حاجز، حاجز مائي بمنع مرور المية من طرف لطرف. وصلنا للفايبر فلوتيشن، قلنا هاي أول ما اشتغلوا فيها الألمان، وكانت في تربة جرانيولر سويل، لوز جرانيولر سويل. حكينا في عنا أربعة ستيبس هيهم موجودين هون، أربعة ستيبس، وهي صورهم. عنا زي الفايبروفلوت نفسه هذا هو شكله، شايفين هذا شكله هيك، وأريدكم بعض البرزنتيشن عنه. وهذا زي قطور المية، بضخ مية بقوة هائلة جدا وبلف، ونفسه بلف، وفي وزن مش سنتريك اكسنتريك، وزن على طرف. لما يلف بصير يضرب بالحيطان بالجوانب، شو بيعمل؟ بيفتح فتحة في الأرض وبدمك الجوانب تراب حوله. هلا واحد بيقول لي المية، طب ما هو تربة جرانيولار، المية شمالها بتروح لأن البرميبلتي عالية جدا. هلا بس خلصوا يا شباب، بس خلصوا بصيروا حطوا ايش؟ حصمة، حطوا نوع من أنواع الطمم، تراب طمم، فيل، باك فيل ماتيريال. اتفرجوا على الباك فيل ماتيريال، شايفين هون في عندنا نوعين من طريقة إضافة الباك فيل ماتيريال. إيذر بضيفها من فوق، هاي بيقولوا له توب فيد، شايفين هون توب فيد. هلا هون بتلحق تراب من هون، بنزل تراب من فوق بنزل لتحت، هاي بيقولها توب فيد. في طريقة تانية اسمها ايش؟ اسمها بوتوم فيد. كيف بوتوم فيد؟ البوتوم فيد عادة بعرف بقدر ارسمها هلا هون، خلينا نشوف اذا بنقدر نرسمها هون. افرض هاي عندنا الحفرة، وهاي فيها الجهاز الفايبرو فلوت، شايفين؟ هلا هون بكون في عنده زي بوكت على راس الفايبرو فلوت من فوق. بيجي الزلمه بضيف ايش؟ بضيفه حصمه من وين؟ من فوق، من هون بضيف الحصمه. هلا هاي الحصمة وين بتنزل يا شباب؟ الحصمة وين بتنزل؟ تنزل من هون، تنزل تمشي بقلب هاي هيك وبتنزل لتحت. يسموها هاي النظام، هذا النظام شو سموه؟ هاي برو طب هذا بسموه بوتوم فيد. بوتوم ايه زي ما كتب ايش؟ ليه بكتب ايش؟ تعرف شو المشكلة؟ حاطط الكمبيوتر كمبيوتر اللابتوب فوق كمبيوتر الجامعة، بكتب على لابتوب الجامعة في عمالي بكبس على ايش؟ الكيبورد تبع الجامعة. اسمه ايش؟ بوتوم فيد، يعني من تحت عماله بنزل الحصمة، بس هون الحصمة عماله بتهرب من وين؟ من فوق. لذلك هاي شو اسمها؟ توب ماشي. هلا الحصمه بتبدا ايش؟ الحصمه بتبدا تتراكم هون تحت. هلا نفس الفكره، بضخ ميه، شايفين؟ بضخ ميه وبتحرك. هو بضخ ميه وبتحرك، شو بيعملها؟ بيعملها كومباكشن. لذلك هلا بصير عندك هون كانه زي ستون كولوم، عبارة عن كولوم من ستون حواليه تراب مدموك، وهو ستون شماله مدموك. إذن هدول the jet at the bottom of the vibro float is turned on and the vibro float is lowered into the ground. هاي أول مرحلة. ثانية the water jet creates quick condition. هون
quick condition, كلمة quick condition يعني بصير عندك شو ماله ضغط المية هائل جدا بحيث إنه تراب يصير كأنها زي loose, very very loose, كأنها زي رمل متحركة. لذلك بكل بساطة بدك تعمل فيها حفرة. Granular material is poured into the top of the hole. ماشي. The vapor float is gradually raised. إذا شوي شوي بنرفعها كل 30 سنتي وهي بتلف تعمل compaction. هدول الفور ستيبس. طيب هلا اجينا هون. شو العوامل إذا هون لو اجينا هون بدنا نحكي هيك. شو العوامل بتأثر على هذا النوع من الـ soil improvement. إذا الـ factors affecting this type factors. لا حول ولا قوة إلا بالله. Factors. بدي احاول انزل اللابتوب تحت بس اشوف كيف يعني مش عاطله منيح هيك. Factors affecting ال vapor flow. احكي يا وين سليم تقاط قد اجيب ايه. حاضر دكتور. شو العوامل بتاثر على هذا النوع من soil improvement؟ soil type, نوع التربه ولا لا؟ هون هاي لنا الطريقه للنوع الجرانولر soil. soil type. اثنين ايش عندنا؟ الباك فيل سويل. الباك باك فيل سويل اللي منديره مظبوط التراب اللي منديره بالحفره. ثلاثه سبيسنج المسافه بين الفايبر فوت والفايبر فوت الاخر. ايش في عندنا ثاني؟ دكتور يمكن وهي بتطلع لفوق الاشي يعني. لا هون the grain size distribution of the soil, the nature of the backfill soil, probe spacing المسافة بين كل نقطة ونقطة. ماشي. هون تتذكروا في كتاب هذا نيكلسون معطينا هون شايفين هاي الرسمة أحسن نوع بنعمل له فايبر فلوت اللي هو في الزون واحد. شفتوا كيف؟ مش سلت وكلية. سلت وكلية ولا الرمل الناعم ولا التربة الحصوية الكتير خشنة. لا. اشي بين الرمل الخشن والحصو اللي هو اصغر اشي حصو. هذا النوع. فهمتوا اول اشي؟ مين هون؟ اسلامي فهمت هاي اول نقطة؟ بس دكتور للتأكيد انه الزون الواحد هي ما بين الجرافل والساند صح؟ الساند خشن. ساند خشن يعني هلا هون عندك الساند مزبوط يعني حجم الساند لعند اول حجم الجرافل تقريبا. شفت كيف؟ هاي زون واحد كبير. الجرافل كبير ما بقدر المية تزيحها صعبة. واذا طين صعب برضو تزيحها. صعب الطين طبعا بدأ طريقة حفر غير عن هاي الطريقة. نوع التاني. النقطة الثانية نروح للنقطة الثالثة البروب سبيسينج. واضح هاي بدهاش شيء ولا لا؟ المسافات بين النقطة والنقطة. كيف بصير عندك مثلا جزء اوفرلابينج بين الكل واحدة بتعملها انت تحسين للتربة. بصير عندك اوفرلابينج. احسن نعمل اوفرلابينج سيتها بنضمن انه كل الارض اتحسنت. كل الارض اتحسنت. هلا في عنا ايش؟ في عنا النقطة الثانية. شو النقطة الثانية؟ شو النقطة الثانية إسلام؟ اللي هو الباكفيل. The nature of the backfill soil. شو التراب اللي بتحطه بالحفرة؟ شو التراب اللي بتحطه بالحفرة؟ وهذا. هلا هو قصده هون عن السايز تبع الجرافل اللي أنا بحطه صح؟ الجرانيول. بالضبط اللي هو هذا اللي هون شايفين هذا اللي هون هذا شو حجم كيف هذا بيلعب دور رئيسي. كيف بيلعب دور رئيسي؟ عندنا هون the grain size distribution of the backfill material is one of the factors
that control rate of densification. Brown suggested this equation, اللي هو ايش؟ suitability number. شايفين؟ SN اختصار ايش؟ suitability number. suitability number. مش stability، في طلاب حطوها ايش؟ stability هذيك السنة واخذوا صفر عليها. شايف شو الكلمة كيف تنكتب يا اسلام؟ يا سليم؟ يا دكتور. سلامة، ست سلامة وسلامة. طلاب موجودين، منى suitability suitable. stability الاستقرار معناها. stability ها. مش stability، واحد يقول لك كلمة stability، stable. مناسبة أو لا يعني. مناسبة أو لا، بالضبط. هلا هون في بدل الاي يو دكتور فاهم احكي مناشحة بدل الاي بدل الاي في يو استابيليتي هاي انت كتبتها صح ما قلت لك هاي استابيليتي غلط هي سيوتابيليتي سيوتابل تمام هي ستيبل ثابت نعم ابناش اياها هاي كلمه غلط هاي ايش مالها غلط احنا كلمتنا سيوتابل شايفين؟ عندنا هاي المعادلة 1.7 جسد تربيعي 3 على دي 50 1 على دي 20 تربيع 1 على دي 10 الكل تربيع شو تعريف الدي 50 والدي 20 والدي 10 دي 10 اللي هو size corresponding to 10% passing دي 20 size corresponding to 20% passing دي 50 size corresponding to قديش 50% باسن ممتاز إذن هاي المعادلة بس نخلص المعادلة ونطلع الرقم شايفين بنروح لهذا الجدول إذا كانت من 0 ل 10 شو بتكون التربة excellent بالضبط 10 ل 20 good جيدة 20 ل 30 fair بالطبع إحنا fair نقدر نستخدمها جوز ناس يكونوا شوية متحفظين لا بدهم good وأعلى وبعديها خلص منفعش من 30 ل 50 او اكبر من 50 بتكون poor or unsuitable unsuitable مش unstable unsuitable بعرف اذا هاي select بقدر اعمل select لا بقدرش اعمل select بالضبط معنا كيف اقدر اعمل هاي كوبي بقدر اعملها كوبي هاي الورد لا دكتور بزبطش اذا 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 انت عاملها قص كصوره بقدرش اعملها اسحبها هاي الاس ان بقدرش اخذها اكبس عليها كبستين اذا زبطت زبطت ما زبطتش خلص معناها صوره ما بتعملها كوبي اذا الصوره ما بتزبط قصاصه دكتور اعملها قصاصه بزبط اذا قصاصه بزبط مش راضي anyway طب اسلام انت هاي المعادله عند قدامك حافظها معي الكتاب دكتور فاتحه طب ممتاز اذا خلينا هلا نعمل ستوب ونروح لاكزامبل هذا grain size distribution curve انا رسمته هاي الداتا هاي شفتوا هون برضو الداتا هون دكتور يعني grain size و weight retained percent retained cumulated retained percent passing رسمنا ال percent passing هذا رسمته مع ايش مع هذا رسمته رسمناها وطلع لنا هذا الشارت ماشي جزء هون صغر كتير مش مشكلة هلا هون بعرفش إذا بقدر كما يلي next بدنا الدي هاي دي 10 شو بتساوي بدنا الدي 20 شو بتساوي والدي 50 شو بتساوي الدي 10 شوف يا شباب شو بنعمل بنروح 10% 10% هون
8 هي 10 تقريبا هاي القيمة. متذكرين هاي سيميلوك بيبر متذكرينها؟ خمسة وثمانين ملليمتر ولا لا؟ لا هذا لوغاريتم سكيل كأنها هلا هذا سايكل يا شباب، هذا سايكل تفرجوا كيف، هذا سايكل من هون لهون كان عندنا سايكل، من هون لهون تاني سايكل مضبوط، من هون لهون سايكل، من هون لهون رابع سايكل. اوكي هاي تقريبا بدينا من بوينت 01 بوينت 02 بوينت 0 لعند بوينت 1 بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 لعند 1 2.5 تقريبا 10% 2.5 عند 50 تقريبا 2.5. اذا هون اذا بدي اكتب هون انا بكتب هاي 2.5 مليمتر مليمتر ماشي. بدنا 20 وين 20% هي 20% يعني تقريبا 3.2 تقريبا 3.2 3 يعني يوز 3 و 3 بتصير فتح المايك 50.7 تقريبا هنا 40 50 بيناتهم 40 هي 50 7 تقريبا بدأ ينزل شوي صغيرة هذا 6.8 6.9 يعني هون هذا تقريبا زي ما حكى إسلام 7 هي 6.8 تقريبا أو 6.9 1 2 3 4 5 6 إذن هون نحطه 6.8 ماشي. هلا هون نطبق المعادلة 1.7 جذر تربيع 3 على دي 50 تربيع زائد 1 على دي 20 تربيع زائد 1 على دي 10 تربيع هذه 10 تربيع بس دكتور دي هم بعوضها بالمليمتر صح؟ مليمتر الشيت نشوف ال 10% 32 قديش احنا لقيناها؟ 2.5 مش مشكلة قديش في عنا ثانية؟ فيش عنا 40 في عنا 35 74 لا بدنا قديش احنا بدنا 20 فيش عنا 20 ولا 50 خلص مش مشكلة. إذا هون إحنا من الشارت يكون أحسن قراءة. هلا هون عندكم الأرقام هاي عرفتوا هلا ثاني مرة هاي عبارة عن لوج سكيل سايكل هاي سايكل 2 3 4 كل سايكل مقسوم ل 10 أقسام يعني هون 0.01 0.02 3 4 5 6 7 8 9 0.1 0.2 0.3 0.4 لعند 1 لعند 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ل 100 ماشي. اذا البيرسنت باسنج يا شباب هو نورمال سكيل عادي اما هون لوج سكيل هذا هذا لوج سكيل اما تديروا بالكم عباره عن ايش نورمال سكيل نورمال طبيعي هذا ماشي. اذا هون ستوب شيرينج يطلع انسيوتابل قديش جوابك 95% تقريبا هلا هون هاي دي 50 يا اسلام دي 50 ودي 20 هلا شايفين هون الشير معي دكتور دي 50 ودي 20 ار ديمترز ان ايش مليمتر مليمتر بس دكتور
أو وضعت مثلاً الدي 50 6.8 تربيع والدي 20 3.3 تربيع والدي 10 2.5 تربيع. طبعاً أديت له كله 0.95 ضربته في 1.7 صح طلع معي نفس الجواب 0.95 طلع 0.956 بالضبط يعني قريب على الصفر يعني تقريباً يعني إذا إكسلنت هاي الماتيريال يعني هاي الماتيريال إكسلنت بالضبط لأنه من الرين 0 ل 10 ستوب شيرينج لو جينا هون لو جيت هون على الداتا هون هاي الداتا شيت عندك هون لو قلنا تقريباً 35% منها أكبر من 4 اللي هو جرافل أكبر من 4 35% الباسي 35 عندك 65% جرافل إذا ممتازة التربة كيف؟ أكسيمة جرين سايز حتى من الجرين سايز ممتازة ليه؟ لأنه عندي أنا جرافل نوع التربة تقريباً يعني عندك عندك فوق عندك 35% باسنج 4 اللي هو رمل 35 وتحت رمل وكلي مظبوط هو 35 يعني... 65% عبارة عن جرافل إذا عندنا أنا معظم التربة عندي تربة حصوية ممتازة وبعديها رمل بيحب الفراغات إذا هاي التربة لا ممتازة إذا ممتازة منطقيا إنه يطلع لنا جواب بهاي القيمة ماشي إذا هدول الفاكتورز الثلاثة اللي حكينا عنهم نوع التربة اللي بنحسنها نوع التربة اللي بنحطها بالجورة والمسافة بين كل حفرة وحفرة لازم يكون عندنا لاحظ هون شو عامل الزلمة شو قلنا عن هاي الكلمة overlapping بالضبط blasting حكينا عن blasting اللي هو تفجير وهاي في سنة 1970 كتب عنها ميتشل في له بيبر علمية اللي بحب يشوفها فيش مشكلة وهذا بيستخدم للتربة الحصوية برضو يمكن الريلاتيف دنسيتي تزيد عن 80 يوصلها 80% والعمق 18 متر شوفوا كيف يعني كتير منيح ممتاز الأمور بس بالطبع بدها شغل يعني بدك تحفر في لها طرق معينة كيف أنت تحط متفجرات في الأرض وتهز الأرض بحيث يصير لها كومباكشن تلغي إذا في عندك جوار كيفيتيز كلها تلغيها وتعبيها يصير عندك أمور ممتازة حكينا طريقة زيها تقريبا يعني قصدي للجرانولر سول شو اسمها كانت طريقة للجرانولر سول يعني برضو شوي هيك غريبة شو اسمها كانت فلودينج شو الفلودينج نغرق الأرض في المية بصير عندنا كومباكشن وهي منيحة للتربة الحصوية التربة الحصوية نيجي هلأ لسكشن 16-8 بري كومبريشن ماشي 16-8 بري كومبريشن هلا بري كومبريشن هذا يعني انا بدي اعمل التربة كونسوليديشن بدي اعمل التربة ايش كونسوليديشن تضاغط before using هيك نقدر نقولها هلا عندكم فكرة عن الكونسوليديشن كونسوليديشن نرجع لهون بس اشوف اذا انا هون برضو جبت ولا لا اول شيء السيتلمنت يا شباب السيتلمنت احنا عندنا او الكومبرسيبلتي عندنا ثلاث انواع من السيتلمنت في سيتلمنت بحدث سريع جدا مع بناية العمارة هذا بنقول له immediate or elastic settlement وهذا بحدث في التربة الحصوية في تربة حصوية عندنا settlement باخذ وقت طويل لا يصير هذا سببه خروج المي من الفراغات ويحدث فقط في التربة الطينية saturated وهذا ليه وقت طويل لاحظوا التايم هذا تايم هون عندي ايش انه هون تايم هيو شايفين التايم هون هذا الاكسس التايم ليش وقت طويل؟ لأنه البرميبليتي قليلة ماشي مع السلامة لأنه البرميبليتي إيش مالها؟ قليلة جداً بالدوائد
اخر نوع اللي هو سكندري سيتلمنت. هذا سكندري سيتلمنت. هلا احنا بنحكي عن مالنا هون في التربه. في التربه ايش؟ الطينيه. كونسوليديشن. كيف نعمل كونسوليديشن قبل ما نبني عليها؟ نسبق الاحداث. كونسوليديشن بيفور يوزنج. هاي ماشي، هذا بنحكي عنها. لذلك هون في هاي التلخيص عليكم شو معنى Elastic Settlement، وعليكم وين Primary Consolidation Settlement شو معناها، والسكندري. السكندري اللي هو بصير Plastic Deformation للحبيبات، وهذا بصير بالتربة العضوية. العضوية ماشي. بالنسبة للConsolidation Settlement occurs in saturated clay، وهذا قلنا باخذ تايم ديبندنت لانه الهيدروليك كوندكتيفيتي او البيرميبيليتي كوفيجن بيرميبيليتي للتربة الطينية قليل جدا. ماشي. The above will not happen in sand because it has high permeable. It is high permeable and the dissipation of pore water pressure in sand is completed immediately. يعني بالساند لو في عندك ساند وفيها ميه اي نحط وزن مباشره الميه بتهرب، بدهاش وقت لا تهرب. ماشي. وهذا إذا بتتذكروا Spring Analogy كيف بنفسر فيه Consolidation، مش مشكلة. طبعا يا شباب Consolidation بس عشان نعرف، هلأ أول ما بيصير النقطة هاي شايفين هاي نقطة المية اللي هون تهرب مباشرة. تهرب من السطح ما بتدخل جوا لانه البرميبل. اه بالضبط. اه لا هلا صار عندك مشكله انت هون على الطرف المهارب ما بتدخل لجوا على المشكله، وهون برضو لانها دبل درينج تخرج من هون. ماشي. دبل درينج. اذا اول ما بصير كونسوليديشن بصير كونسوليديشن على الاطراف، بعدين بيبدا شوي شوي شمالها شوي شوي تبدا الميه تخرج من هون، تبدا تخرج من هون. آخر جزء بخرج منه المية هذا الجزء الوسطاني. لذلك أنت عندك أنواع consolidation. في عندك at point consolidation at a point. في عندك consolidation mid plane، هذا بقولوا له mid plane. إذا في عندنا consolidation at a point mid plane، وفي عندنا consolidation average. في عندنا ثلاث أنواع من consolidation مرات بيحكوا عنها. ماشي. بس إحنا تركيزنا كان بالsoil على average. إذا هون في عندك بدنا نقول consolidation consolidation at a point consolidation at mid plane on average consolidation. شايفين؟ هلا احنا شغلنا راح يكون تتوقعوا طبعا مش راح ناخذ بوينت، احنا ناخذ يا mid plane يا average. مين تتوقع لما يكون انت كونزرفاتيف اكثر؟ اللي هي الميد بوينت اللي هو عند الميد بلين. الميد بلين معطينا كونزرفاتيف اكثر. يعني لو تيجي تقول انت الافرج عندي هون 90% في كلها 90%. هلا هون على الطرف هون قد عندك كونسوليديشن صار 100% صفر بالنص احتمال يكون 40 أو 30%. لذلك لما تشتغل انت على الميد بلين بتكون انت كثير كونزرفاتيف، تكون كونزرفاتيف. ماشي. احنا بنوضح هاي الامور تاني شويه مش مشكله. هلا عندي هون انا يا شباب تعرفوا تجربه الكونسوليديشن، نحط عينه في الكونسوليديميتر بحط عليها لود ببدا اقيس ايش بعد ما اغرقها في الميه، بقيس الديفورميشن. هذا هو جهاز الكونسوليديشن. وبطلع عندي انا كيرف، بدي كيرف. شو الكيرف اللي بدي اياه؟ بدنا هذا الكيرف اللي هو لوج ستريس مع الفويد ريشيو.
وهذا بقدر احسب منه ايش بالطبع. في عندنا تربه نورمالي كونسوليديتد واوفر كونسوليديتد. نورمالي كونسوليديتد لما يكون عندك ايش سيجما نوت اكبر, لما يكون عندنا سيجما نوت قدس اكبر من بريكونسوليديشن بريشر, هاي بكون نورمالي كونسوليديتد. اما اذا كان عندنا الضغط على التربه بالزمان اكثر من وقت الحاضر بتكون اوفر كونسوليديتد. زيك هذا الكيرف كتير مهم نتفرج عليه ندرسه. هذا هو البريكونسوليديشن بريشر. إذا سيجما نوت اللي هو سيجما نوت تعريفها present effective of vertical pressure from the ground surface to the middle of the clay layer, إذا كان هذا أكبر من pre-consolidation pressure معناها تربة NCC. إحنا كل شغلنا على NCC, يعني تربة فيها مية وفيهاش consolidation. هون بتكون إيش OCC زي عندك سيجما نوت أقل من pre-consolidation pressure. وهاي هي المعادلات, هاي المعادلات, هاي للتربة تذكروا هاي للتربة normally consolidated. الover consolidated لها معادلتين. إذا إحنا مشينا من هون لعند هون لها معادلة, أو مشينا من عند هون قطعنا pre-consolidation pressure بصير لها هون معادلتين, لأنه هون عندك slope هون عندنا slope. CC 0.009 liquid limit minus 10 ماشي. إذن هون عندنا هاي المعادلة normally consolidated clay اللي هي CS سمعت التربة الطينية واحد زائد E نوت في log سيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت. هذا هو normally consolidated. over consolidated هاي معادلاتهم ماشي. وهون معرفكم كل تعريف لواحد فيهم مر معنا. وهذا مثال, هذا مثال مثال لحساب الكونسوليديشن. شايفين بس دكتور احنا بدنا نحل الاوفر والنورمال. لا لا احنا بس نورمالي كونسوليديت نورمالي. هنا ثلاث طبقات من التربة متر و83 و63 و55 بالعشرة متر. الطبقة التحتانية هي الكلي, هاي الطبقة شو مالها الكلي, هاي ساند وهاي ساند مكتوب عليها ساند مش مشكلة. بدنا هون احنا بدنا نحسب, بس مطلوب مننا نحسب النورمالي كونسوليديتد قديش النورمالي النورمالي كونسوليديتد او السيتلمنت كونسوليديشن سيتلمنت. اذا هون بدي انا بدي اياه يعني فايند باختصار فايند او استيميت, جزء احسن كلمه استيميت كونسوليديشن سيتلمنت اوف كلي لاير. حتى لو ما كتبناش كلي لاير, الكونسوليديشن فقط يحدث في التربه الطينيه, فقط يحدث في التربه الطينية الكونسوليديشن اوف كلي لاير. اسيوم كلي از نورمالي كونسوليديتد كلي يعني ان سي سي ماشي. هلا اس دكتور لو كان عندي مثلا طبقتين كليف منفصلات عن بعض يعني بيناتهم طبقه ثانيه كل واحدة بنحسبها بنجمعهم عشان ما نجبر عادي فيش مشكله. الناتج النهائي بس اللي بجمعه صح. هلا احنا دير بالكم موضوعنا هو بري كومبريشن, يعني احنا بدي احسن التربه. ليش؟ انه هلا لاحظ هون لما احسب السيتلمنت قد ايه بيطلع قيمه السيتلمنت. هون مثال كان هذا قديم بنحسب قديش السيتلمنت. اذا بدنا نرجع هاي المعادله بقدر اطولها ولا ما بقدر اطولها ولا لا. هون حكينا نفس الشيء ما بنقدرش نجيبها مش هيك. بدنا نعوض على هاي المعادله سي 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 في اتش سمعك تربه طينيه واحد زائد اي نوت في لوج سيجما نوت زائد دلتا سيجما على سيجما نوت.
ماشي. عندنا هون يا شباب بدنا نحسب، بدنا نحسب السيجما نوت، مش معطينا اياها. هذا الافكتيف، الافكتيف بدنا نحسب ايش؟ الستريس. افكتيف vertical stress from ground surface to middle of the layer. اسمى sigma note. note sigma note مش عارف كيف احطها sigma، يعني لازم لو اقدر اقطعها احطها مش مشكله. دكتور تقدر تحطها عند نسخن السوليوشن اللي مكتوبه تحت. مش فاهم. نسخن السوليوشن عندك لي لاير فرع مكتوبه تحت. ماشي بدي اعطيكم اياها قدامكم، بس ما انا بعرف انه من حاله اه، بس ديش هون بقدر انسخ، بقدر انسخ، بقدر انسخ شيء. لا لانك انت تختار عامل صوره كصوره حاططها، ما بقدر انسخها. لا anyway هذا شو بساوي؟ بساوي 17.9 ضرب في حب 0.83 جاما 1.83 زائد زائد 18.5 saturated 3.66 في 18.5 ناقص 9.81 سكرها زائد 5.5 على 2 at the middle of the clay layer. نضربها قديش؟ نضربها في 18.3 ناقص 9.8. ماشي احل السؤال انا احله. دكتور اذا انت طلبت من الافرج مش الميد بليت، بنحسب على السطح ونحسب على البوتوم. لا 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 هلا ما دخلناش هون بالكونسوليديشن، بالتايم اوف كونسوليديشن. هذاك تايم اوف كونسوليديشن، هون كونسوليديشن ما دخلوش لا ميد بلين ولا افريج ولا ات بوينت. لا هذا خلص كونسوليديشن للتربه. سيجما هيها شايفينها طلعت لنا 87 قديش؟ مزبوط دكتور تطلع هيك. طلعت لنا 87.9 قديش؟ وتسعة 9.10 كيلو نيوتن بير متر سكوير. طيب هي خلصنا سيجما نوت. اذا هون فهمتوا شو معنى سيجما نوت؟ سيجما نوت هي عبارة عن ستريس، افكتيف ستريس from the ground surface to the middle of the clay layer to the middle of the clay layer. عشان نلاقي ايش؟ سيجما نوت. اوكي اذا هون نرجع للمعادلة. المعادلة بتقولنا سيجما نوت عرفناها، دلتا سيجما اللي هو قديش انا بحط ستريس انكريز على التربة الطينية. ماشي عندك سي سي نقدر نلاقيها من معادلة سي سي نقدر نلاقيها من معادلة سي سي معادلتها 0.09 بالضبط اه معادلتها بتساوي 0.009 في ليكويد ليميت ناقص 10 ناقص 10. وهون انا معطيكم الليكويد ليميت للتربة الطينية ليكويد ليميت 38 الليكويد ليميت. ماشي اذا هو منعود في المعادلة وبتطلع لنا السي سي انا حاسبها تحت قد ايه حاسبها طلعت 0.252 اذا هون بتطلع 0.2. اوكي اذا هلا كل شيء نعرف عندنا هون دلتا سيجما معطية معنا، دلتا سيجما
معطيني معنى مقدار 26 وكل شيء معطي معنى. اذا هون بنعوض في المعادله نورمالي كونسوليديت كلي هي المعادله سي سي 0.252 اتش 5.5 نضربها بألف عشان يطلع جواب ملي. واحد زائد اي نوت. اي نوت معطيه معنى اي نوت معطيه معنى 0.73 سيجما نوت ودلتا سيجما معطيين حطيناهم هون وطلع عنا بدي خلينا نمحي هدول سيلكت سلام انت لبترين لا دكتور خلصنا رصيد طب هيزا بيطلع عندك 90 ملي 9 سنتي شايفين اضربناها بألف عشان عشان احولها لمليمتر هي الناصر هاي الناصر كيف يعني مش فاهم لا أفكركم أنا على بالي لا جزء الدكتور خالد أو نتاج لا لا أنا مش فاهم قطع الباب إذا هون الكونسوليديشن سيتلمنت طلع 9 سنتي وكثير هذا لما نبني بنايه وتهبط البنايه 9 سنتي مشكله كبيره لذلك احنا هون هاي التربه هاي التربه بدنا نرجع بدي امحي هلا كل شيء هون عرفتوا كيف تلاقوا الكونسوليديشن اخذتوها تدرسوها ضروري تدرسوها نرجع هون دكتور طب هاي الشغلات ما هي اخذناها بالتربة لازم نرجع لها يعني مراجعه لا بدايتها بدك ضروري بدايتها ضروري هلا بنرجع احنا هون يا شباب خلينا نعمل هون ستوب شيرينج اشرح لكم اياها وبعدين برجع على الكتاب كيف شارحها الكتاب نفس الشيء راح نشرحها احنا ان شاء الله عندي ايش هذا تايم شايفين هذا التايم انا لو اجيت حطيت على التايم وزن المبنى هاي وزن المبنى اللي حطيناه هون انا هذا لود ليش راح هذا شو قدامكم يا اسلام هلا بس المسط لا صفلات كان في شير وراح دكتور راح الشير هلا هيك رجعت اللي هي التايم مع المحور ماشي عمل محور اكس واي ممتاز ايوه هذا اذا هون اللود انه هون اللود شايفين هلا اذا انا بدي اعمل consolidation هذا time نفس الاشي هون هذا time هذا settlement هذا settlement ماشي عندنا الكير بصير الكير بصير بمشي هيك الكيرف منيح خليني بس بدي ابطئ اكثر مش عارف ليش هاي الرسمه بتجيش الرسمه طيب لو اجيت هلا انت حطيت
حطيت ايش؟ حطيت سيرشارج لود. هذا ايش؟ هذا سيرشارج لود. اذا هون يا شباب هذا سيرشارج لود، يعني هذا وزن اضافي، هذا لود الاحمر لود اوف بيلدينج. منيح. لو ضفنا هلا الوزن كتير شو بصير؟ شو كيف شوف الكيرف كيف بده يصير؟ الكيرف عندي ينزل لتحت بالضبط. الكيرف بصير سلوب بزيد، سلوب بزيد الكيرف هيك بصير هيك الكيرف. ايوه لا هون افرض انا هدفي هدفي هذا السيتلمنت، شايفين هاي قيمه السيتلمنت هدفي. بعد قديش صار عندي سيتلمنت هذا يا شباب؟ بعد قديش افرض بعد تي من الزمن تي 1 مثلا هون بعد نقول تي 1 تي 1 يير كثير. انا لو بدي هذا السيتلمنت مع السيرشارج لود قد ايه بصير عندي؟ شايفين اقل من تي 1 ساعتها هون انا ايش؟ اها بطلع لهون بطلع لهون بطلع لهون. في الحاله هذا السيتلمنت بصير عندنا امتى؟ ات تي 2 year. وعندنا هون T2 T2 is much ولا ما أعرف هيك إنجليزي مصر مولار مين شاطر بالإنجليزي than صح لك T1 يعني smaller more مش much more smaller more smaller أضبط ما أعرف إيش بدكم خلاص ضبطوها أنتم الموضوع مش فهمتوا هلأ شو اللي صار لما حطيت أنا طافي على الأرض؟ يعني قلنا شو بنعمل إحنا نيجي الأرض هاي نيجي الأرض نبني عليها باجي هون شو بعمل باجي بجيب مربيع حجر بظبطهم فهمتوا كيف؟ بتركهم لفترة معينة. هذا السيرشارج لود اللي حطيته أنا. شو بصير في الأرض؟ الأرض تهبط. بتصير بدل ما تصير normally consolidated بتصير over consolidated. مفهومة هاي الفكرة تبعت pre-compression؟ بس بالتربة الطينية. بالتربة الطينية نعملها. بالطبع أنواع أخرى بدهاش وقت طويل. لو رمي الواحد ما بدنا pre-compression مباشرة ودمكها بتتحسن خواص. لذلك عندنا هون لو رجعنا للكتاب وين البرزنتيشن تبعتنا هاي بالضبط. اذا هون المعادله اللي حلينا عليها هيها نورمالي كونسوليديتد كلي حلينا عليها لقينا السيتلمنت 9. شو عملت انا هلا؟ ضفت على على اللود لود جديد. اذا بي اختصار بي شو البي؟ بيرمننت او بروبوز ستراكشرال لود. بي بروبوز ستراكشرال لود من الاصلي يمكن. اف شو اختصار اف؟ سير تشارج لود. اف سير تشارج لود اوف وزن المبنى زائد دلتا سيجما اف حطيناها شو بصير عندنا؟ بصير عندنا السيتلمنت نفس الرسمه اللي رسمناها هي قبل شويه. شايفين يا شباب هاي الرسمة هاي عندك الكلي وهي السير تشارج لود حطينا عليها حطينا وزن البروبوز ستراكشرال لود هاي الكيرف لما ضفنا وزن أعلى بصير لنا الكيرف أعمق لذلك عندي أنا إيش بصير لنا السيتلمنت خلال تايم 2 T2 فهمتوا كيف؟ هلأ هون رح نواجه شغلتين بحل السؤال قلت لكم اياهم جزء من قبل بس بنرد بنعيدهم ثاني مره. الاولاني في احتمال انا
بقول لي بدي أحسن التربة خلال فترة معينة خلال 6 أشهر شو بلزم لي طمم ماشي؟ أو بقول لي أنا عندي طمم هالقد قديش بلزم وقت عشان أحسن التربة لمقدار معين بالطبع رح نحكي عن هذا المقدار اللي هو ال consolidation للميد بلين وليس الافرج consolidation للميد بلين يعني لما يجي نقول احنا الافرج consolidation في الارض 80% الميد بلين قد ايه بكون قد ايه بكون اسلام الميد بلين اقل منه رح يكون تقريبا اقل منه بالضبط اذا كان الافرج 80 تقريبا بالضبط اذا احنا هلا ان شاء الله بكره بنكمل هذا الموضوع بكفي اليوم بدي اوقف عشان اذا بنعمل شيء discussion كذا شيء بدي اوقف الشيء اوقف الريكوردينج